صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الورد الياسمين. نعم ولدي، اش كاين ولدي؟ اكهوريت ماما، ولدي تخلع كيقول لي واش سمعتي الامبولانس. المهم صباح زوين هذا، ما بغيناش نصبحوا على شي حاجه خايبه. المهم ما نتفائلوا بالخير. صباح الخير اعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات. اليوم بغيت بحكم انني كنعشق السيترون، يعني اللي هو الليمون الحامض، هذيك المره قدمت معكم وصفه ديال كيفاش نرقدوا الليمون الحامض بطريقه صحيحه، يعني طريقه مغربيه، ولو ان يعني بزاف ديال الناس عندهم طرق مختلفه. انا ما كيعجبنيش نكثر الملح يعني في الحامض المرقد، داكشي علاش كنكتفي يعني كنكتفي يعني بكميه قليله ديال الملحه، وداكشي علاش كيطول باش انه يترقد، يعني كيمشي لي حتى 3 شهور. اما الناس اللي كيديروا الملحه بزاف يعني 15 يوم كيقدر يوجد عندهم. المهم ما نطولش عليكم، اليوم عندي واحد الوصفه اللي هي جميله جدا بغيت نشاركها معكم، اللي هي العصير ديال الليمون الحامض كيفاش نحتفظوا به في المجمد، حيت بعض المرات كنبغيو نستعملوا مثلا شي تورته او لا شي كيكه بالحامض وما تيكونش عندنا العصير ديالو. المهم او لا كنبغيو نديروا شي عصير او لا كنبغيو نشربوا غير الماء ويكون فيه يعني العصير ديال الحامض، فهذه طريقه سهله انك تحتفظي بالحامض بطريقه صحيحه او العصير ديال الليمون الحامض بطريقه صحيحه في المجمد. والناس اللي كيبغيو يضعفوا الطريقه زوينه باش يحتفظوا بها، يعني كيكون بعض المرات يعني الليمون الحامض موجود وباثمنه مناسبه يعني، وبعض المرات كتولي اثمنه خياليه ما يقدر حتى شي واحد يشريها، يعني كتولي حنا بحال دابا حنا في هولندا كيولي مثلا 3 ديال الحبات بجوج ديال الاورو، مثلا 3 ديال الحبات بجوج ديال الاورو في سوبر مارشي. وبعض المرات راه تيكون موجود، تيجي من تركيا، تيجي من المغرب، تيجي بزاف ديال الدول. ما نطولش عليكم، غادي نحاول ما امكن انني نعصر الحامض ونوريكم الطريقه كيفاش تحتفظوا به. بالنسبه للحامض كنعصرو بهذه الطريقه هذه، وما تنصفيهش نهائيا، تنحاول ما امكن انني ما نصفيهش نهائيا، كنحتفظ بديك الجلوفه ديالو اولا داك التخت ديالو، يعني ما كنرمي منه حتى شي حاجه طبعا، الا كان فيه العظومه، هذا مع لحسن الحظ ان ما فيهش العظومه اولا دوك البذور، لحسن الحظ ما كيتوفرش على بذور، لذلك غيسهل عليا انني ما نقيهش. هانتوما كما كتشوفوا، ما عرفتش واش كيبان لكم عذرا على التصوير حيت ترس لي داك السيبور ديال التليفون. انا غادي نقلب هادي هكا باش يطيح كاع داك التخت هكا. المهم وغادي نحاول نبدا نخوي هنايا، نعمر الصفائح كلها. انا غادي نستمر في التعصير حتى نكمل الكميه ديال الحامض ونعملها في المجمد، ونوريكم النتيجه من بعد وكيفاش غادي نقدروا نحتفظوا بها طريقه يعني طويله.
وهنا رجعت لكم بعد ما وجد لي انا الحامض يعني اللي كنت اثرت من قبل ودرته في المجمد. انا عندي هنايا جوج ديال الصفائح، غادي نوريكم كيفاش كنقدروا نحتفظوا به يعني في اكياس بلاستيكيه صالحه للاغذيه لحفظ الاغذيه في المجمد. هنايا عندي كما كتشوفوا يعني الحامض ما تيبانش فيه دوك داك الترسبات ديالو، ومني كديروه في الماء او لا واللي بغى يصفيه بالمصفات ماشي مشكل. انا بالنسبه ليا تيعجبني داك التخال ديالو يعني داك الترسبات ديالو كيجيني على يعني مخير. انا عندي هنايا اكياس بلاستيكيه كناخذها دائما من البرتان، كتجيني اثمنه مناسبه وحتى الطريقه ديال باش كنسدوها يعني مزيانه بهاد السدادات هادو اللي كيكونوا فيهم البلاستيك والحديد. المهم غادي نحاول نحيد المكعبات ديال الثلج اللي عندي هنايا، المكعبات ديال الحامض عفوا، وغادي نضيفها نديرها في الاكياس البلاستيكيه. عفوا انا يعني عذرا على اليوم الا كنت كندخل وخرج في الهضره، شويه الحديد ناقصني مع الحمل تينقصني الحديد، يعني داكشي علاش كان اول نهار يعني غادي ناخد فيه الحديد. يعني معلومه مفيده غنبغي نشاركها مع النساء الحوامل، ما تبخلوش على راسكم بالتحاليل، يعني حاولوا ما امكن انكم نيتكم احسن ما يخلق الطفل بتشوهات وتوليوا يعني عايشين في دوامه يعني ما عمركم تقدروا تخرجوا منها، كيتعذب داك الطفل وكتعذبوا نتوما. وحتى ملي كيكون يعني الرصيد ديال الفيتامينات وديال الحديد يعني ديال الام نفد، ما تيلقاش هذاك الطفل يعني فين ياكل، يعني كتسالى الام وكيتسالى الطفل وكيوليو بجوجهم يعني في واحد يعني متعرضين لواحد يعني قلت الصحه والمرض، ويعني ما تيبقاش الجهد. لذلك انا يعني كنصحكم حاولوا ما امكن انكم ديروا التحاليل. وبالنسبه للنساء الحوامل في ديك الفتره ديال الوحم يعني 3 شهور بحال دابا انا فات دابا 3 شهور ديال الوحم وكنحس براسي يعني عيانه ويعني مروعه، خاطري مروع ما قادراش ناكل، يعني فيا الجوع ولكن ما كنقدرش ناكل بديك الكميه اللي باغيه انا اللي محتاجه انايا، حيت الا كليت يعني ما تيبقاش داكشي في المعده ديالي، كنستفرغ كلشي. لذلك يعني كننصح الامهات اللي باغين يعني يحملوا او لا في الفتره ديال الحمل يهتموا بزاف بالصحه ديالهم، كلوا عديسه، كلوا البصاره، كلوا لي زيبيناغ يعني اللي هما السبانخ، كلوا الخضروات، كثروا من هذا الشيء، كثروا 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 كثروا. علاش؟ راه باش ما احنا بعدا في اوروبا راه شويه راه واخا يعني انا بالنسبه ليا شخصيا تنحاول ما امكن انني كيف الحمل الاول كيف هذا الحمل هذا كنهتم يعني بالصحه ديالي، يعني حتى شعري ما تنصبغوش، يعني راه والله العظيم لو كنوريكم الخصلات كيكونوا عندي كلهم يعني الشيب كيولي يعني كثير بواحد الطريقه. انا اصلا بداني الشيب يعني في وقيته يعني مبكره بحكم انني يعني قضيت على لاميلانين اللي مسؤوله على الكولوراسيون ديال الشعر، تلوين ديال الشعر بالصباغه، يعني بديت الصباغه وانا صغيره، داكشي علاش تعرفوا الانسان ملي تيكون صغير تيبغي يتبرع، وهي راه ما كاين لا تبرع لا والو، راه غير تيخربق. المهم ما نطولش عليكم، كانت هذه غير واحد اللحظه بغيت نشاركها مع النساء الحوامل باش ما يبخلوش على راسهم وما يهملوش راسهم، راه الحمل راه مسؤوليه كبيره بزاف.
المهم غادي نوريكم هنايا كيفاش كنحيدوا هاد المكعبات ديال الثلج. شدي سكين بحال هكا، هانتوما راه كيتحيد بكل سهولة، شتو كيتحيد بكل سهولة. هانتوما شوفوا معايا، ومني كنسالي كنعمرو في هاد الاكياس هادي وكنديه في الفري المجمد. انا غادي نوريكم النتيجة النهائية. عدت لكم من جديد، اهلا وسهلا من جديد. هنا بغيت نوريكم الشكل النهائي ديال البلاستيك الغذائي اللي معبأ بالمكعبات ديال عصير الحامض. كما قلت لكم لكم الاختيار، بغيتو تصفيوه بمصفات، ما كيعجبكمش دوك الرواسب ديال الليمون الحامض، بكل سرور، يعني كل واحد له حريه الاختيار. انا هنايا غادي نحتفظ به في المجمد، ومنين نبغي نستعمله كنجبد واحد جوج المكعبات او لا ثلاثه على حسب الرغبه ديال الواحد. انا كاين الناس اللي كيجيو عندي تعجبهم يا اما اتاي مغربي، هنايا سيرتو في هولندا، يا اتاي مغربي يا العصير الماء منسم بهاد المكعبات ديال الليمون الحامض. الى فرصه اخرى اودعكم. كنتمنى اللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بلايك فضلا، وليس يعني ماشي يعني ماشي كنبزز عليكم، كل واحد يعني حر. ما عجبكمش الفيديو عندي ما ندير للاسف. الى فيديو قادم ان شاء الله. والناس اللي ماشي مشتركين كنتمنى يشتركوا معايا وتكبر القناه ديالي بفضلكم وبفضل الله سبحانه وتعالى. وشكرا، الى فرصه قادمه.